النظام المصرفي العالمي ربما يكون مرتبط بتجارتين فقط، تجارة النفط وتجارة المخدرات، وتجارة المخدرات أهم للنظام المصرفي العالمي من تجارة النفط. ليش؟ لأنه تسليم الأموال بها يكون بشكل نقدي وليس مثل النفط يتم شحن أموال نفط ويتم تسديد الأموال بعد فترة. ما علاقة النظام المصرفي بهذه التجارة؟ النظام المصرفي يحتاج إلى سيولة، كلما توفر لديه دولار واحد يستطيع أن يقرض 4 دولارات. هكذا هو السيستم نظام المصارف، على اعتبار احتمالية أن يأتي الأربعة لطلب ما مودع من أموال في وقت واحد احتمالية بعيدة. فإذا كان عنده دولار واحد يستطيع أن يقرض 4 دولارات ويستحصل على خدمة دين وفوائد ل4 دولارات. بالتالي في أوقات الأزمات يتم التركيز على تجارة المخدرات. زين. وعملية تأمين التبادل بين كبار تجار المخدرات، أنا أتحدث عن صغار، الكبار الذين الآن في أمريكا اللاتينية في غيرهم وفي أفغانستان وبعض الدول في آسيا، هؤلاء له نفوذ حتى داخل الدولة، له نفوذ حتى على القرار السياسي، لأنه مسؤول من دول عظمى مصالحها ونظامها المصرفي يتعاطى مع هكذا مجموعات. من يتم يقوم بعملية الاستلام والتسليم بين تجار المخابرات بين تجار المخدرات والنظام المصرفي هي أجهزة أمنية عالمية. يعني العراق جزء منها؟ لا، أنا أتحدث عن أجهزة عالمية مثل CIA MI6. أي مو CIA ترى هم واجد لها إضرار بالعراق. النظام المصرفي حجم التدخلات الأمريكية. فأنا أقول إنه النظام المصرفي العالمي إحدى أذرعه ومصالحه لتأمين السيولة النقدية والتحكم بالجانب النقدي وتحقيق الأرباح في الثورة الرأسمالية المالية هو اعتماد على تجارة المخدرات.